حياكم الله مجددا في يا هلا. في ضيافتي هنا في الاستديو الرجل القدير الوالد ظافر عبد الله والسيدة القديرة الوالدة مها الأسمري. لديهم 3 أبناء أصيبوا بمرض أقعدهم ومنعهم من المشي. هناك حلول علاجية إن شاء الله مع الوقت في هذا. الأبناء يحضرون معنا في الاستوديو مصلح رياض عثمان، أسأل الله العظيم لهم الشفاء والصحة والقوة والعافية بإذن الله تعالى. قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الحوار بنعرض لكم هذا التعريف بالأطفال الثلاثة والأمراض اللي أصيبوا بها واللي منعتهم من المشي من فترة مبكرة جدا في حياتهم، وبنرجع نسمع تفاصيل الموضوع مع الوالد والوالدة الكريمين اللي أكرمونا بقبولهم دعوة البرنامج وتفضلوا علينا بحضورهم إلى استديو يا هلا. خلونا نشوف ونرجع نبدأ. أرحب بوالد ووالدة مصلح ورياض وعثمان، الأستاذ ظافر عبد الله. أرحب فيكم مجددا أبو مصلح، أسأل الله لهم الشفاء والعافية. أعطنا الحكاية والقصة، وش اللي صار؟ الله يسلمك، لا يعطيكم العافية، يعينكم. والله طال عمرك مصلح جاء في الولادة وجات شنجات وجلس في المستشفى تقريب شهر، وطلع من المستشفى وجاء إعاقة حركية. الإعاقة جاته بعد الولادة على طول ولا بعد ما طلع من المستشفى؟ لا، من الولادة طلع طبيعي وبعدين جات الإعاقة بسبب التشنجات. تشنج وجلس تشنج وجاه إعاقة حركية في الأطراف كلها. وش قال الدكتور عن حالته أول ما وديته؟ يقول شل الرباعي. له أسباب معينة؟ في شيء حدث أثناء الولادة ولا شيء ولا لا؟ هو يقول لا، فيه يقولون نقص الأكسجين، نقص الأكسجين. طيب، اللي سببه الإعاقة. هذا مصلح. نعم. تسمح لي أخذ حالة رياض من أم مصلح؟ تفضل. أم مصلح، رياض وش وضعه؟ ولد ولادة طبيعية، ما في شيء، جاءت تشنجات، قعد شهر منوم في المستشفى بسبب التشنجات. و يعني جاء شخصون مستشفان عنده بعد سنتين، يعني شخصون عنده توحد شديد. ليش بعد سنتين؟ يعني فترة التشنجات جات بعد الولادة على طول ولا ما بدت إلا بعد السنتين؟ لا من أول لحظة ولادة على طول يجيهم تشنجات، بيجلسون منومين من شهرين إلى 3 شهور. طيب وش كان يقولون الأطباء في حالة رياض؟ ما علموني إلا في الطفرة الأخير أن عندهم طفرة جينية وراثية ما لها علاج، ولا لهم أي علاج إلا علاج الطبيعي المكثف. العلاج الطبيعي المكثف؟ أيوة. كم عمر مصلح ورياض الآن؟ مصلح 15 سنة ورياض 12. طيب طول ال 15 سنة هذه إيش العلاجات اللي كانوا يأخذونها؟ كانوا يأخذون علاجات تشنجات حقة صرع بس، وإذا وقف منهم التشنجات خلاص نوقف العلاجات. طيب إذا تسمحي لي أخذ حالة عثمان مع أبو مصلح. عثمان إيش الوضع؟ من الولادة جات تشنجات. إيه. وقال عنده الأكسجين وطلع معاق حركي، ما يبغى له علاج مكثف، والمستشفى يقول لازم له علاج مكثف مستمر. طيب وش اللي يمنع العلاج المكثف؟ يعني الحين أبو مصلح لو أخذ العلاج المكثف الدكتور يقول انه راح يتشافون تماما او تتحسن حالتهم؟ يقول باذن الله انهم يتشافون ويقدرون يقومون. الحين هم يقومون، لا مصلح ولا عثمان، والكلام كلهم ما يتكلمون. طيب وعثمان كم وصل عمره الان؟ قلنا مصلح 15، رياض 12، عثمان 9 سنوات. طيب عثمان طيب ليش ما ياخذوا العلاج بشكل يومي؟ ما عندنا استطاعه، هم المستشفيات اللي يقولون بشكل يومي هذه مستشفيات تجاريه يعني بفلوس. طيب وانتم تراجعون في المستشفيات الحكومية؟ راجعنا المستشفيات الحكومية، مستشفى الأمن العام، وقالوا ان ما نقدر نستطيع نعطيهم علاج طبيعي الا في الشهر مرة. الا في الشهر مرة؟ نعم، والدكتورة تقول لازم يوميا. طيب ام مصلح الثلاثة واضح من كلامكم انهم نفس الأعراض.
يعني التشنجات وكذا حتى يشخصونهم الأطباء. إيوة نفس الأعراض. طيب قبل الولادة كان يقولوا لكم شيء الأطباء أثناء متابعة الحمل ولا غيرها؟ لا لا كل شيء سليم. أول ما أولده على طول يتشنج ويدخل العناية على طول. من بعد ما يكبرون كذا مع العمر يكتشفون أنه عندهم إعاقات. وهم ال 15 سنة وال 12 والتسع سنوات من بداية حياتهم ما مشوا؟ أيوة مصلح أبو 15 وعثمان هذا لما مشوا. أيه؟ رياض مشى في عمر سنتين بس عنده توحد شديد ولا يتكلمون كلهم ويعني والمكثف يحتاجون مصلح وعثمان. طيب تكلمتوا مع الدكتور على فكرة العلاج المكثف أنه يا دكتور يعني المستشفى عندكم ما يعطينا إلا موعد شهري؟ أيوة أنا تكلمت معهم. وش يقول؟ يقول مرة في الشهر أحسن من لا شيء، يعني ما دام المراكز الثانية ما تقدرون عليها، مدينة السلطان هم قبلونا بس وزارة الصحة رفضت الفلوس حقت الدفع. كيف؟ تكلفة. معليش اشرحي لي النقطة هذه. أنا وديتهم وقدمت على مدينة السلطان الإنسانية وقبلوهم، أعطوني تقارير وقالوا يا تدفعون يا تشوفون أحد يتكفل بالمبالغ حقتهم، لأن كل طفل 70,000. الطفل 70,000 السنة ولا لا ولا لا تشخيص كل واحد حددوا له 3 شهور. اي 70,000. طيب اخذت الاوراق ورحت لوزارة الصحة. ورحنا وزارة الصحة ورفضوا. ايش يقولون؟ يقولون شوفوا لهم في المستشفيات الحكومية، المستشفيات الحكومية يقولون ما عندنا يعني الا في الشهر مرة ما هي فايدة. ودكتورة العلاج الطبيعي في قوى الامن هي اللي شخصت حالتهم قالت تحتاجون كل يوم ساعة ونص. لأن جاهم لهم كانوا في مركز الرعاية النهارية بعدين جاء جائحة كورونا فصلتهم وجاهم تيبس في رجولهم شد فتقول لازم كل يوم وإلا بنضطر عمليات. عمليات نقطع ايش؟ الأربطة. أها طيب أبو مصلح تكلمت مع وزارة الصحة؟ أنت قابلت أحد هناك في الوزارة على موضوع تكلفة العلاج؟ كلمتهم قابلتهم قالوا ما نستطيع إلا نحولكم على الحكومية. طيب ما هو احنا عندنا مشكلة انه المستشفيات الحكومية فيها مواعيد كثيرة جدا، المستشفيات اللي انتم رحتوا لها ويعطون موعد في الشهر. نعم. هذا آخر شيء وصلنا له. آخر شيء وصلنا له. والتكلفة 70,000 لكل طفل. لكل طفل اللي تقبلهم يقول بيعالجهم وعلاجهم عنده. ايه؟ مدينة الأمير سلطان الخيرية اللسانية. وهم أعطونا تقارير وأعطونا التكلفة وأعطونا كل شيء. ورفعناها لوزارة الصحة. ولكن ما اعطونا موافقه على علاجهم على حساب وزاره الصحه. هذا الكلام متى اخر يعني اقل من 6 شهور. اقل من 6 شهور. نعم. طيب ام مصلح ايش الادويه اللي ياخذونها الان في البيت؟ يعني كيف تتعاملون معهم خاصه بعد خروجهم من مركز الرعايه؟ انا الان ايديهم، انا رجليهم، انا اللي اكلهم واشربهم، حتى العاملات اللي يجون يرفضون يساعدوني. فانا يعني حتى تعبت فقرات اللي عندي، ما عاد اقدر اشلهم كثير. لان اوزانهم ثقلت. والأدوية حقتهم يستخدم الصغير حق التشنجات واللي هو عثمان. أيوة أصغر. طيب واحد رياض ومصلح وقفوا علاج التشنج؟ أيوة ما عاد يستخدمون شيء ولا تجيهم حالات تشنج؟ لا الحمد لله. الحمد لله. اللي يحتاجونه الآن علاج طبيعي مكثف. أيوة. والدكتورة اللي في قوى الأمن قالت لكم أنه يحتاجون علاج طبيعي يوميا لمدة ساعة ونص وإلا بيضطرون يسوون لهم عمليات. احنا ما نبغى نوصل لهذه المرحله، يعني نبغى يعني فزعه الملك سلمان ولي العهد والشعب السعودي اهل الخير اللي بيستطيع يساعدنا، لان ما نقدر يعني على التكاليف هذه كلها باذن الله. وبيتنا الله ايجار. اي ويعني كل يسالني يعني يجي لهم التاهيل. ايوه يجي لهم بس كله يروح حفايض حليب، يعني ما نقدر نغطي شيء. الله يشافيهم ويعافيهم ويقويهم ويفرحكم فيهم بإذن الله وبعافيتهم وشفائهم. تكلمت أبو مصلح مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية، تكلمت معهم أنه مثلا ليش ما تتكفلوا أنتم مثلا بالحالة أو بالعلاج؟ يقولوا ما تكفلوهم، لازم أنه حد يتبرع يدفع، أو وزارة الصحة أو أي محل يتبرع يعالجهم، هم مؤسسة تجارية. طيب وإذا اندفع المبلغ فالمؤسسة اللي هو مدينة سلطان الإنسانية متوفر فيها العلاج اليومي حسب كلامهم، ما ادري يعني يقولوا علاجهم عندنا، هم حسب ما يقرروا الدكاترة عندهم، دكاترة هم اللي قرروا وكتبوا
انهم علاجهم عندهم. وموجوده معكم التقارير الطبيه وكل شيء؟ موجوده. طيب جميل. طيب الـ في المدينه العلاج الطبي اليومي المكثف لمده كم؟ كل واحد حددوا له 3 شهور. ومفروض ايش يصير؟ يقولون بعدها أيه؟ بنشوف اذا تحسنوا نمدد لكم، واذا ما شفنا تحسن خلاص تطلعوا. طيب الايام الحين هذه المواعيد الشهريه اللي يروحون ياخذون فيها العلاج الطبيعي، كيف انعكاسه على حالتهم؟ يعني جيد؟ تحسين انهم يتحسنوا؟ والله تحسنوا ياما، مرنتهم مره يعني قبل فتره في تشيك، دفعنا فاعل الخير في تشيك. اي. ومره مرناهم في مركز بدايه، هذا متخصص للعلاج الطبيعي، بس يعني ما عاد قدرنا نكمل تكاليفهم. أسأل الله أن يعني يشافيهم ويعافيهم ويحل هذا الموضوع بإذن الله. طيب أبو مصلح، كنا نتكلم قبل الحلقة، أنت أبنائك الآخرين ولله الحمد سليمين؟ الحمد لله. ما فيهم لا طيب الحمد لله ما فيهم شيء. طيب لما الدكتور قال أنه هذه طفرة وراثية، قالكم بعد آخر حالة الثالثة ولا من البداية من أول من مصلح؟ لا، من يوم تكررت الحالة سوونا تحاليل، سوونا شيء وقالوا هذه طفرة جينية وصلة قرابة. بسبب صلة القرابة؟ صلة قرابة وطفرة جينية، يعني هم اللي قرروها مدينة الملك فهد الطبية. مدينة. طيب أم مصلح، يعني الالتزامات الباقية اللي يحتاجونها يعني غير العلاج، يعني أقصد اللبس وغيرها، يعني الأطفال في مثل هذه الحالة أكيد عندهم متطلبات خاصة جدا، يعني لأنهم يوصلوا إلى سن وما زالوا يحتاجوا إلى عناية أكبر. كيف توفرونها لهم؟ والله ما من راتبهم التأهيل، ومن أبوهم بعد ساعد، وأحيانا يخلص الشهر ما تغطي. الله يحفظكم. لأنهم الحفاظ الله يكرمكم مرة غالية، واللي يصرفوا المستشفى ما ناسبتهم ابدا، فلا اخذت من المستشفى. طيب الان الشؤون الاجتماعيه او التنميه الاجتماعيه كيف تواصلكم معهم؟ يعني في مصروفات شهريه تجيكم بتخصهم التاهيل؟ اي نعم. ايوه شهريا يجينا، شهريا يجي مبلغ شهري لكل واحد من الثلاثه. ايوه. طيب يعني قبل شوي كنت تتكلمي عن العاملات، انه كان في عاملات يساعدونك في الموضوع، هذول ما زالوا موجودين؟ عندي عامله بس يعني اي احد يجي منهم يرفضون يساعدوني فيهم، يعني يقولون نخاف منهم، نخاف او نطيحهم، نخاف نضرهم، يعني يرفضون. فانا اللي اقوم بهم كلهم الحمد لله. في احد يساعدك في البيت فيهم؟ بنتي. الله يحفظها لك ويخليها يا رب ويبارك فيها. ابو مصلح، وش اللي يعني تطالب فيه الان؟ وش اللي ترجوه وتتمناه في هذا الموضوع؟ والله اللي ارجوه واتمناه ان اطلب من الله، من وزاره الصحه او الجهات المعنيه او لمدينه الامير سلطان الخيريه الانسانيه قبولهم وعلاجهم بالعلاج المكثف ومساعدتنا في حمى المستاجرين وكل شيء. وهم ما ينقصون الحين، ينقصون عليهم الا العلاج. نعم. وانتم استقراركم هنا في مدينة الرياض؟ والله كنا في الجنوب، ولكن جينا استقرنا جينا استاجر هنا علشانهم. هناك ما كان فيه مركز معين؟ يعني ليش جيتوا هنا؟ جينا هنا عشان العلاج اللي هو في مدينة الامير سلطان. مدينة الامير سلطان او مراكز انسانية او الامن العام او يعني اي مستشفى محل هنا اقرب لنا، لاجل عندهم مواعيدهم مستشفيات هنا، والجنوب بعيد عنا شوي وتكاليف ايجار وسيارات وطيارة. وصرتوا مستقرين هنا؟ صرنا مستقرين مستاجرين. من متى؟ من يمكن 5 سنوات. من 5 سنوات. طيب جربتوا ام مصلح مراكز ثانيه غير مدينه الامير سلطان؟ جربنا مركز التشيكي. أي. ومركز بدايه، هذول يعني اللي بس جربناهم من شهر ولا عاد قدرنا نكمل وخلاص. كيف التكاليف اللي قالوها لكم هناك؟ يعني بنفس التكاليف في المدينه ولا غيرها؟ لا اقل من مدينه سلطان. يعني اليومية على الطفل 270، يعني إذا بمرنا شهر كامل. طيب من خلال الثلاثة الأماكن دي اللي رحتوها، وين الأفضل؟ وين اللي نفعتهم هم في صحتهم أكثر؟ أشوف مركز بداية هو حلو يعني في التمارين المكثفة لهم. إيه؟ مدينة السلطان ما أدري، يعني ما بقى رحت لها، بس الناس يمدحونها وحالات يعني نشوف أنها تشافت بإذن الله هناك. أنا بقى يعني ما بقصر عليهم من ناحية أي مكان أسمع به، يعني أبغى نبذل جهدنا عشان
يمشون، يعني ما عاد قدرت اشلهم. باذن الله تعالى. انا نفس السؤال اللي سالته للاستاذ ظافر بسالك، وش طلباتك الان؟ وش تتمنين وترجين في هذا الموضوع؟ والله اتمنى يعني احد يتكفل من وزاره الصحه او الشؤون الاجتماعيه او اهل الخير يعني يساعدونا في دفع التكاليف حقت علاجهم. ابغاهم يمشون باي وسيله. انا يعني باذن الله الدكتوره اعطتنا امل انهم ان شاء الله بيمشون اذا استمرنا في المكثف. يعني تقول مره مرتين كذا بيشد يفك، يعني صعب. تقول يعني مع الوقت يمكن ما عاد يمشي، ما عاد حتى يحبي، لان عنده شد في الاربطه كلهم الاثنين جاهم. هم الان الاثنين مصلح ورياض يحبون. مصلح وعثمان. ومين اللي يمشي؟ رياض الوسطاني ابو 12. الله يشافي لك الثلاثه كلهم يا رب ويبلغك فيهم. طيب ابو مصلح، خلال هذه ال 15 سنه تمام، التقارير الطبيه اللي صدرت يعني اخر شيء ايش كانت تقول في حاله مصلح؟ التقارير اخر شيء في حاله مصلح اللي 15 سنة. اخر شيء من مدينه لمية سلطان الانسانيه. يقولون علاجه هم عندهم. لا يعني انا قريت انه قالوا لكم شويه ضمور عضلات، وقالوا لكم توحد، وقالوا لكم وش قالوا بخصوص مصلح؟ مصلح ما عنده الا اعاقه رباعيه وحركيه بس. مصلح اعاقه حركيه فقط؟ ايوه. وايش مداه؟ وعقليه برضه يعني ما يتكلم ولا طيب. ورياض؟ ورياض عنده توحد. اتكلم عن الان، رياض الحين 12 سنه. طيب توحد عنده ولا يتكلم؟ توحد ولا يتكلم. نعم. طيب وعثمان؟ عثمان إعاقة حركية ولا يتكلم. إعاقة حركية. طيب في مراكز الرعاية النهارية كان يدرسون؟ ايوه درسوا 4 سنوات. ايه جات جائحة كورونا فصلتهم، خفت عليهم. كيف كان يتقبلون التعليم؟ كان الأمور ماشية معهم بشكل ايوه خليص؟ الحمد لله، يعني من ناحية تعديل السلوك كذا استفادوا. طيب. وبس من ناحية العلاج الطبيعي ما شفت فايدة. ايش اللي يمنع الحين انهم يرجعون للدراسه؟ هم سجلتهم ذا الحين فيها، لان بعد يعني ما رفضونا ولا قدرنا يعني، فرجعتهم لهم، رجعتهم المركز اللي كانوا فيه مع بدايه السنه هذه. يعني الحين هم رجعوا انتظموا في الدراسه؟ ايوه. بس يعني ذا الحين احنا نطالب يعني اي موعد اروح له، اي دكتور يعني شخص حالتهم يقول يحتاجون مكثف، ما يحتاجون مره في الاسبوع مره في الشهر، لأن الشد اللي عندهم كل ما لو يزيد. من متى قالوا لكم هذا الكلام؟ كملوا الآن فترة زمنية الشد؟ اي يعني متى قالوا لكم؟ أنا لاحظت عليه إيه؟ الشد ينفصلتهم أوقات الحجر وكذا، بدأت رجوله يعني ما عاد يمدها يثنيها. فوديتهم قبل أسبوع موعدهم عند قوى الأمن. إيه؟ وشخصتهم قالت عندهم شد في الأربطة مرة، يعني إذا ما سويتي مكثف ولا بنضطر عملية. العملية وش هي بالضبط؟ تقول الأربطة. طيب هذا الكلام قبل أسبوع ها؟ أيوه. طيب وقالت لكم، أعطتكم حد إنه متى لازم يبدو؟ يعني تقول كل يوم. أيوه تقول لو يوميا، تقول ما نوقف، تقول يوميا مكثف. أيوة. وإذا بنوقف يوم ويلا واللي بعده نكمل. ايوه. طيب ابو مصلح، الان التاخر في العلاج المكثف كيف تاثيره عليهم؟ يتاثرون منه، ما يقدرون يتحركون رجليهم ولا ايديهم ولا، يعني التاخير هي تعبهم اكثر في رجليهم. العلاج المكثف يقومونهم، يجلسونهم، يحركونهم، يرنونهم، واللي بدون مكثف ما يقدرون يتحركون. الله يشافيهم. قبل ما اختم هذه الحلقه، ايش اذا لك كلمه اخيره حاب تقولها اللي في خاطرك؟ وش حاب تقول؟ حاب اطلب من الله ثم من خادم الحرم الشريفين ولي عهده انهم يساعدونا في هذا الشيء، يقومون به، ووزاره الصحه والشؤون الاجتماعيه واهل الخير. الله يجزاكم خير على فعلكم ومقابلتكم. لا ابد ابد، فعلنا ومقابلتنا هذا واجب واقل من الواجب. والهدف ان شاء الله انه لقائنا الجاي على هذه الطاوله باذن الله تعالى، واحنا نفرح ونسعد بعلاجهم باذن الله. الله يجزاكم خير. الله يسعدك وشكرا لقبولك دعوه البرنامج. احنا نعرف انه تعبنا عليك وجبناك من مشوار ومن مهام ومن مسؤوليات، لكنك تفضلت علينا وكرمتنا. سبحانه وتعالى انه يشافي اولادنا. امين يا رب.
امين. وهذه الدعوه للمشاهدين والمشاهدات كلهم انهم يقومون دعواتكم بالشفاء والعافيه يا رب. امين الله. شكرا لك استاذ ظافر، والله يشافي لك مصلح ورياض وعثمان يا رب. الله يجزاكم خير. الكلمه الاخيره عندك استاذه مها ام مصلح، وش اللي حابه تقولينه واللي في خاطرك؟ ما حاب اطلب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد واهل الخير اللي حاب يساعدنا، وان شاء الله ما بيقصرون، يعني نطلب فزعتهم من الله ثم منهم انهم يساعدونا في دفع تكاليف في مدينه سلطان او اي مركز بيتقبلهم. جميل. مركز سلطان الان عشان نكون واضحين مدينه سلطان متقبلتهم والعلاج متوفر وكل شيء، كل شيء. العائق الوحيد التكاليف الماديه اللي طلبوها. ايوه، لان ما قدرنا فيها والله. جميل، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا، ومثل ما قلت لابو مصلح اقول لك يعني احنا عارفين انه تعبناك وجايين من مشوار ومن مكان، لكنك متفضلتوا علينا كثير بجيتكم، الله يسعدك. لا والله شيء، يعني بنشوف ان في فائده لهم ان شاء الله، لنا ما بقصر معهم ان شاء الله في شيء باذن الواحد الاحد. انا اشكر بصراحه قولي في خاطرك شيء. لا لا بس. طيب، انا اشكر ظافر عبد الله ومها الاسمري والد ووالدة مصلح ورياض وعثمان السيد القدير والسيدة القديرة اللي اليوم يتحملون يعني عبء الاهتمام بهؤلاء الأطفال. كان في كلام واضح جدا في هذه الحلقة إنه هناك علاج موجود لحالة هؤلاء الأطفال الثلاثة ومتوفر في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، والعائق الوحيد لاستمرارية هذا العلاج بشكل مكثف هو تكاليف العلاج. وكان في معاملة ما بين مدينة الأمير سلطان الإنسانية ووزارة الصحة من أجل التكفل بعلاج هؤلاء الأطفال. هذا النداء نوجهه إلى معالي وزير الصحة وكل المسؤولين في هذه الوزارة، ونحن على ثقة من إنصافهم ورعايتهم واهتمامهم، وياما مرت قضايا ومشكلات وأحداث وكان لتدخلهم المباشر والسريع وعنايتهم واهتمامهم بالغ الأثر في معالجتها. فأنا أتمنى إذا كان هذا الصوت يصلهم أن يتبنوا ويهتموا ويرعوا حالة هؤلاء الأطفال، وأنهم يدخلوا البهجة والسرور والسعادة إلى قلوب والديهم الكريمين اللي مشرفيننا اليوم. لن تكون صعبة على وزير الصحة ولا على وزارة الصحة ولا على من بها في مقابل كل الجهود الكبيرة اللي يقدمونها دائما، في مقابل كل المبادرات العظيمة اللي تقدم من قبلهم دائما، أنه هذا الأمر يحل. النقطة الأهم اللي نبغى نوضحها في هذا الجانب أنه التشخيص الأخير من أسبوع، أنه لابد أنهم يبدأوا سريعا علاج مكثف بشكل يومي. أي تأخير في هذا الموضوع سيؤدي إلى نتائج صحية غير جيدة، ومن ضمنها احتياجهم إلى تدخل جراحي في الأربطة. فهذا الصوت وهذا النداء وهذا الرجاء وهذا الأمل وهذه الدعوة إلى الاهتمام تخرج من طاولة يا هلا إلى وزارة الصحة، اللي أرجع وأكرر وأقول إننا نثق في اهتمامهم ورعايتهم وعنايتهم في هذا الموضوع، والموافقة والقبول على علاجهم وعدم تأخير هذا الموضوع أكثر مما حصل حتى الآن. وإن شاء الله أنه في المرة القادمة ألتقي بأبو مصلح وبأم مصلح وهم في غاية البهجة والاطمئنان والسرور والسعادة بعلاج أولادهم. قبل ما أطلع إلى الفاصل أدعو كل من يشاهد هذه الفقرة أنه يضم صوت دعواته إلى دعواتنا جميعا، بأن يمن الله على مصلح ورياض وعثمان بالشفاء والصحة والعافية وكل المرضى يا رب.